اللي بيكتبوا فريد شوقي ما يعملوش غير فريد شوقي، بيبقى روحه في الورق، فبيبقى صعب يعني. منه استاذ محمود مرسي مثلا، منهم استاذ دريد لحام، منهم استاذ محمود عبد العزيز. يعني قصدي قال لك فريد شوقي ليه بصمته في الورق. ما انت عارفه، هو لو انت بصيتي في تاريخ، طبعا مع احترامي كل الفنانين الجمال الموجودين عندنا، هو مفيش غير فريد شوقي واحد. يعني دي مش هتلاقي كوبي لاي، ممكن تقولي واحد شبه فلان وفلان وفلان، ولا حد جه زي فريد شوقي ولا هيجي. خلاص هو دي بصمته، لانه كان عاشق للمهنه، مش عاشق لشخصه ولا لمجده. كانت السينما بالنسبه له اللي هو دي رسالتي في الحياه، يعني انا ربنا اداني الموهبه دي عشان اخدم بيها مجتمعي. يعني الفنان الوحيد اللي بافلامه عمل قوانين في مصر.